بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ذكرنا في الخطبة السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر الصيام من شهر شعبان، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علة ذلك أنها أو أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنه يغفل عنه الناس. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبادة وهي عبادة الصوم؟ لكي تكون خاتمة أعماله عندما ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. أي أن العبد إذا كان آخر عمله الصيام فإنه يدخل الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسعي الإنسان في الحياة الدنيا إنما هو دندنة حول دخول الجنة والفرار من النار، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بالناس العشاء بسورة البقرة، فانسلخ رجل من الصف وصلى وحده، فلما ذكر ذلك لمعاذ قال: هذا منافق. فقال الرجل: لأشتكينك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اشتكى الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعاذ، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ألا قرأت بهم بكذا وكذا؟ يعني من قصار المفصل، يعني من آخر سور المصحف الشريف، وهي السور القصيرة، ألا قرأت بهم بكذا وكذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: وأنت ما تقول في صلاتك؟ إذا كان معاذ يقرأ بالبقرة فأنت ما تقول في صلاتك؟ قال الرجل: والله يا رسول الله ما أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولهما ندندن. أي حياة الإنسان كلها إنما هي دندنة حول سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. وهذا الرجل فطن لهذا المعنى، وهو أن الشريعة كلها إنما جاءت لإبعاد الناس عن النار، وكذلك السلوك بهم إلى طريق الجنة، فكان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من صام يوما في سبيل الله ختم له به، أي مات أثناء الصيام أو مات بعد أن أفطر، يعني بعد يوم من الصيام، فإن ذلك يدخل الجنة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون خاتمة عمله الصيام، ثم أن هذا الصيام عباد الله عبادة جليلة الشأن رفيعة القدر حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، خص بها ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بهذه العبادة في هذا الشهر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفعل محاب الله سبحانه، لأن هذه العبادة عباد الله يدع فيها الإنسان محبوباته ويدع شهواته ويدع ميوله لمحبوبات الله سبحانه وتعالى، أي أنه وإن كان العبد يميل إلى الطعام والشراب والشهوة إلا أنه يدع ذلك لله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فهذا الإنسان يدع طعامه وشرابه وشهوته لا لأجل شيء إلا لله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة فيقول لهم: هؤلاء الذين سألتموني يوما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انظروا إليهم يدعون طعامهم وشرابهم وشهوتهم لأجلي. وهذا يبين حكمة الله سبحانه وتعالى التي قد تغيب عن كثير من المخلوقات الذين دائما يقولون: وما الحكمة وما العلة؟ لكل أمر من أوامر الله حكمة، ولكل نهي من نواهي الله سبحانه وتعالى حكمة، لكنها قد تغيب عن كثير من البشر. فهؤلاء الملائكة الذين ركب الله جبلهم الله سبحانه وتعالى على عبادته، على عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم يركب فيهم شيئا من الشهوات، ولم يجعلهم عرضة لشيء من الشبهات، فإنهم مجبولين على طاعة الله طريقا واحدا لا يعرفون غيره ولا يملكون غيره. أما الإنسان الذي ركبت فيه الشهوات وعرضت عليه الشبهات فإنه مع ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى، فإن الله يباهي بهم معاشر الملائكة: أينظر إلى عبادي يدعون طعامهم وشرابهم وشهوتهم لا لشيء إلا لأجلي؟ كما يباهي الله سبحانه وتعالى بمجمع عرفة هؤلاء الذين جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل للملائكة عندما يجتمع الناس بعرفة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. جاءوا شعثا غبرا ولكنهم لا يرجون شيئا إلا مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يباهي بهذا الإنسان حين يكون في عبادة الله سبحانه وحين يكون في طاعة الله عز وجل. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع محابه لله سبحانه وتعالى ويفعل ما يحب الله عز وجل ويرضى سبحانه وتعالى. ثم انظر بداية الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. أولا، العبد لا يستحق أجرا على عبادته لأنه عبد لله عز وجل، خلقه الله عز وجل وأوجده في الحياة وامتن عليه بنعم لا تعد ولا تحصى وأمره فقط أن يعبده ولا يشرك به شيئا، فإذا فعل ذلك فإنه لا يستحق على عمله أجرا، ولكن الله جعل له مضاعفة في الأجر فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فالصيام أجره بغير عد ولا حساب، لأن الصيام متضمن للصبر، ويقول الله سبحانه وتعالى:
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأجل ذلك كانت عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي اختارها لهذا الشهر أن تكون عبادة الصيام. والأمر الثالث أن الصيام يقيك من النار، فالصيام جنة يستجن بها أحدكم من النار. الصيام كأنه الدرع أو الترس الذي يتترس به العبد في القتال، أي من الرماح والسيوف التي تلقى عليه. وإن الرماح التي تلقى أو النبل الذي يضرب بالسهام إنما يريد أن يصيب قلبك، إنما يريد أن يصيب قلبك، وهذه سهام الشياطين ترميها على بني آدم. فالذي يدفعها عن الإنسان إنما هو الصيام. فالصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، أي كالترس الذي يتترس به العبد في القتال. فمما يتترس العبد يتترس من سهام الشياطين التي تؤدي إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام جنة كجنة أحدكم في القتال. وفي رواية: الصيام جنة يستجن بها أحدكم من النار، أي يحتمي الإنسان بها من النار. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في هذا من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. إذا صام الإنسان يوما واحدا في سبيل الله فإن النار تبتعد عنه 70 سنة، فكيف إذا صام اليومين والثلاث، أو صام الشهر، أو صام معظم السنة كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبلا شك أنها تبتعد عنه ابتعادا عظيما، ويكون قد استجن بالصيام عن النار، واستجن بها بهذا الصيام عن سهام الشياطين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أي أن الشهوة التي هي شهوة الفرج، إنما يحتمي بها الإنسان بأمرين: الأمر الأول الزواج، وقد يبقى عنده شهوة زائدة يقع بها والعياذ بالله في الزنا أيضا، كما نرى من أحوال أناس متزوجين لكن الشيطان يغويهم حتى يقعوا في الفواحش. ولكن الحل الآخر الذي يبعد عنك هذه الشهوات، هذه السهام التي تتوجه إلى قلبك، إنما هو الصيام. فإنه له وجاء حماية للإنسان، أي كأن الإنسان قد ربط عضوه الذي يأتي به الفاحشة، وذلك إذا فعل الصيام، لأن الصيام عبادة توصل إلى تقوى الله عز وجل، والتقوى هي عمل بالتنزيل وهي خوف من الجليل، وهي استعداد ليوم الرحيل. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، أن كان خائفا من الله سبحانه وتعالى وعاملا بما أنزل الله عز وجل ومستعد للقاء الله، فإنه بلا شك لا يقع في مثل هذه الفواحش. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا لعل إذا جاءت في القرآن فإنها تفيد التحقيق لا تفيد التردي. فإذا فعل الإنسان صياما صحيحا مخلصا لله عز وجل، صادقا مع الله عز وجل، وأتى بهذا الصيام مع أدابه وشمائله، فإنه يوصله إلى تقوى الله عز وجل، يصل إلى مرحلة التقوى التي ينعم بها الإنسان في الحياة الدنيا وينعم بها الإنسان في الآخرة. فالصيام يستجن العبد به من النار، وهو كما ذكرنا إذا فعله الإنسان فإنه يكون بعيدا عن النار، إذ صيام اليوم الواحد يباعد النار عن وجهك 70 خريفا. والصيام طريقك إلى الجنة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له.
أي عليك بالصوم لا عدل له، أي ليس هناك شيء يساويه ولا شيء يدانيه، وإنما هو في القمة من العبادات. عليك بالصوم لا عدل له، أي لا تجد أنت عدلا تعدل إليه من العبادات يعطيك ما يعطيك الصيام، يعني من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى لكون أجره بغير عد ولا حساب. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعد للصائمين إعدادا مميزا عن غيرها من العبادات، فجعل بابا مخصوصا للصائمين يدخلون منه، وأن الصيام عباد الله يشفع لأصحابه عند الله سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهذه شفاعة الصيام عند الله سبحانه وتعالى، عندما يجد الإنسان ليس في ميزان حسناته فحسب عبادة الصيام، وإنما يجد الصيام يأتيه يشفع عند الله، حتى إذا كان له من الحسنات أقل من سيئاته وأنه استوجب النار، فإن الشفاعة تدفع بالإنسان إلى منزلة لا يستحقها. فالشفاعة إما أن تكون في رجل من أهل النار، وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، فإذا جاءت الشفاعة فإنها تشفع له بأن يدخل الجنة مع أن السيئات قد رجحت على الحسنات. والشفاعة تكون في أناس دخلوا النار حقيقة وعذبوا فيها أن يخرجوا منها، والشفاعة تكون في أهل الجنة أناس استحقوا منزلة معينة فبالشفاعة يرتفعون إلى منزلة أعلى منها. والصيام والقرآن والعبادات وكذلك شفاعة الشافعين من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والصالحين، وشفاعة الأبناء في الآباء، وشفاعة الشهيد، وغير ذلك من الشفاعات، إنما هي تفعل هذا. فالصيام عباد الله قد تستحق أنت النار بكثرة سيئاتك على حسناتك، ولكن الشفاعة إذا جاءت فإنها ترقى بك حتى تفوق هذه السيئات، وحتى تفوق هذه السيئات وتتجاوز هذا الصراط إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. وكل ذلك بفضل الله وبرحمته، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من العبادات ما نستمتع بها في الحياة الآخرة، وهي التي تكون لنا ذخرى، وهي التي تكون لنا نجاة من العذاب ونعيما في فسيح الجنان عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد كذلك ينشرح صدره بالصيام، وتحدث له فرحة وسعادة بالصيام. هذه القلوب الحية التي تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفرحة والسعادة والانشراح إنما يحدث بجوارك من الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شرح صدر العبد: إذا أراد الله سبحانه وتعالى به الخير أن يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالضلال يؤدي إلى ضيق الصدر، ويؤدي إلى التعاسة والشقاء، مهما كان يمتلك من المناصب ومهما كان يمتلك من الأموال. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يشرح صدره للإسلام فإن هذا يؤدي إلى الفرحة
وإلى السعادة. وكذا هذه العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، أن الله سبحانه وتعالى وفقه لهذه العبادة، لأن العبادات والطاعات لا تكون إلا بتوفيق من الله عز وجل وتسديد. ولذلك كان الأنبياء يسألون الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، أن يصرف الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، وأن يصرف قلبه لطاعته، وكان يسأله الثبات، لأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأنبياء كانوا يسألون الله عز وجل الثبات على الطاعات، كما هو في إبراهيم وغيره من الأنبياء، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اجعلني مقيم الصلاة، لأن هذا ليس بقوة العقل ولا بقوة البدن ولا بحسن التفكير والتدبير، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. إذا وفق الله عز وجل العبد إلى هذا الإسلام، ووفقه الله عز وجل إلى هذه العبادات من الصلاة والصيام والقيام وغيرها، فتجده موفقا مسددا، فتجده يسير في الطريق بغير عناء ولا مشقة ولا مكابدة، وإنما يسير في الطريق إلى الله عز وجل، لأن الله قد وفقه وقد سدده وحبب إليه هذا العمل. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا حالنا، أي حال المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى بنعمته وبفضله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أي جعل ذلك زينة في القلب. فالعبادة تصبح حبيبة إلى الإنسان، يسعى إليها سعيا، ويحزن لفواتها ويعمل لاستعادتها بقضاء حتى النوافل، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا عمل عملا داوم عليه، وفاتته سنة الظهر البعدية قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر، وذلك حتى لا يفوته شيء مما بدأه ومما عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص الميزان الذي جعله مستقيما على حد من العبادات، يزيد ولا ينقص. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة تصبح حبيبة إلى الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال في الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. هذه الكلمة ذات مغزى عظيما قل من يفقهه، أن الصلاة هي راحة الإنسان، وأن العبد لا يجد راحته إلا في طاعة الله عز وجل. فمهما كان الضيق في الحياة الدنيا، ومهما كان تكالب العدو على أهل الإسلام، ومهما كانت المصائب والبلايا التي تحوط بالإنسان، فإنه إذا دخل الصلاة دخل راحته، دخل سعادته، دخل فرحته، لأنه مع الله سبحانه وتعالى. يبث إليه حزنه، ويبث له ألمه، ويشتكي لله سبحانه وتعالى، ويشتكي لله عز وجل ما ألم به من هذا. وهذا الأمر يجد فيه راحة في قلبه، يجد فيه راحة في قلبه وقرة عين له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي لا أكون قرير العين إلا إذا تلبست بهذه العبادة. وهذا يدل على أن العبد لا يفرح ولا ينشرح ولا تقر عينه إلا في طاعة الله عز وجل. والشقاء والتعاسة إنما تكون في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، الشقاء والتعاسة إنما تكون في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يبحث الإنسان عن مادة سعادته، أن يبحث الإنسان عن مادة سعادته. ليست مادة السعادة المنصب والجاه، وليست مادة السعادة
وليست مادة السعادة كثرة المال ولا كثرة الولد، وإنما السعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا فاته الله فاته كل شيء، وإذا كان مع الله عز وجل فمعه كل شيء، فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، فمعه الفئة التي لا تغلب. الله سبحانه وتعالى هو الركن الركين الذي يركن إليه الإنسان، يركن إليه الإنسان، يجد فيه القوة ويجد فيه الغنى ويجد فيه السعادة، لأن الغنى ليس بكثرة المال ولا العرض كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الغنى غنى النفس، أن يكون الإنسان غنيا في داخله. فإنك تجد كثيرا من أصحاب الأموال وأربابها، من أصحاب المناصب ربما يمتلك المليارات، فإذا أتيت إليه ليشفع لك شفاعة لتأخذ حقا من حقوقك يطلب منك أن تدفع له رشوة، وهذه الرشوة قد تكون 5,000 جنيه، لا تأتي هذه الخمسة على واحد من 100 مليون مما عنده مما يمتلكه، لكنه فقير في داخله، فقير في داخله، وهو معه المليارات ينظر إلى من يتكسب الجنيه والجنيهان، ينظر إليه كأنه يريد أن يخطفهما ليكون في حوزته وفي جعبته. أما الغني فإنه يجود بكل ما عنده، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيت الليلة والليلتان بغير طعام صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يربط على بطنه الحجر والحجران صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أغنى الناس عليه الصلاة والسلام. كان يأتيه الرجل يسأله فيعطيه غنما بين جبلين. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الغنى في داخله بما أودع الله عز وجل فيه من الرضا، وأودع الله سبحانه وتعالى فيه من القناعة، وأودع الله سبحانه وتعالى فيه من الجود والكرم، وأودع فيه من الثقة بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يخاف فقرا ولا يخاف عيلة، لأنه عنده من القناعة في داخله أن الله يخلف عليه، وأن المال لا ينقص من الصدقة أبدا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان هذا الأمر غنى في النفس، فالغنى ليس بكثرة المال ولا العرض، وإنما الغنى غنى النفس، أن تكون غنيا في داخلك أي مستغنيا عن الناس، لأن هذا هو العز الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض علي جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، وأن عز الإنسان إنما هو في استغنائه عن الناس. كيف يكون الإنسان غنيا مع أنه كما تقول عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير، تقول له كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيتنا نار، 3 أهلة تمر عليهم بشهرين لا يوقد في بيتهم نار، أي لا يخبزون شعيرا، لا يخبزون خبزا، ولا يطبخون أدما ولا غيره من الأطعمة، لا يطبخون ولا يخبزون ولا شيء من هذا. قال وعلى ماذا كنت تعيشين يا خالتي؟ قالت على الأسودين التمر والماء، على الأسودين والتمر والماء. لكن كانت حياة سعيدة مليئة بالسعادة، لأنك تشعر أنك مع الله سبحانه وتعالى، وتشعر أنك إلى الله سبحانه وتعالى راجع، وأنك في كنف الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان الغنى
وكان القناعة وكان الرضا وكان الثقة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يعبد الله عز وجل يحدث له انشراح في الصدر وفرحة وسعادة لا توجد في شيء غير طاعة الله عز وجل. قرة العين وراحة البال إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في طاعته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الصيام يشعرنا بأننا أمة واحدة، يشعرنا بالوحدة، يشعرنا بأننا جسد واحد، يشعرنا بأننا جسدا واحدا، ويشعرنا كذلك عباد الله بأن دائرة الإحساس متصلة بيننا. وذلك أنه في غير هذه الأيام من أيام الصيام التي يتوافق المسلمون على الصيام فيها، تجد هناك نوعا من الاختلاف، فكل إنسان يأكل في الوقت الذي يريد وفي الوقت الذي يحب، وكل إنسان يعمل في الوقت الذي يريد وفي الوقت الذي يحب. لكننا عباد الله عندما نصوم جميعا، أي جميع المسلمين، فإننا نستيقظ جميعا في ساعة واحدة في الليل. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستيقظون في ساعة واحدة من الليل لكي يأكلوا أكلة السحر التي جعلها الله سبحانه وتعالى بركة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فيستيقظ الناس في وقت ربما لم يعتادوا على الاستيقاظ فيه، فيتسحرون وجبة السحر، ويستغفرون الله سبحانه وتعالى بالأسحار، ويصلون ما قد فاتهم من الليل إذا كانوا لم يوتروا بعد أوتروا، وإذا كانت بقيت لهم ركعات ركعوها في آخر الليل. والله سبحانه وتعالى ينزل إليهم إلى السماء الدنيا يقول: هل من تائب، هل من مستغفر، هل من تائب، هل أتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. والناس كلهم مستيقظين لهذا. قد نكون على مدار السنة الناس الذين يصلون في الليل، منهم من يصلي في آخر الليل، ومنهم من يصلي في أوله، ومنهم من يصلي في وسطه. الناس لا يقومون في ساعة واحدة. وقد يكون هناك كثير من الناس لا يصلون من الليل، فهؤلاء لا يستيقظون في هذا الوقت. لكن في هذه العبادة يستيقظ الناس جميعا في هذا الوقت، يستيقظون من نومهم، فتجد الأنوار في البيوت قد أنارت كلها في وقت السحر لتلقي وجبة السحر أو لأخذ وجبة السحر واستغفار الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة وقضاء ما فات من هذه الركعات. ثم تجد توجه الناس إلى المساجد، فإلى المساجد في هذا الوقت في مشارق الأرض ومغاربها ربما خلت من هؤلاء الناس في غير هذه الأيام، لكن تجد هذا التوجه مما يدل على وحدة هذه الأمة. ثم إذا جاء وقت الفطر تجد أن جميع الأعمال تتوقف، جميع الأعمال تتوقف في مشارق الأرض ومغاربها عند الفطر، ويجتمع الناس على الفطر سواء كانوا في البيوت أو كانوا في المساجد أو كانوا في المصانع والشركات أو في غيرها، فتأتلف القلوب. الأسرة ربما على مدار العام لا تجتمع على مائدة، فهذا في العمل، وهذا في المدرسة، وهذا في الجامعة، وهذا كذا، وهذا أكل ثم يأتي بعده يأكل، لكن يلتفون في شهر رمضان حول هذه المائدة، كلهم يأكلون معا، وحدة في الأسرة، ووحدة في المجتمع، ووحدة كذلك في الأمة الإسلامية. الانضباط في المواعيد، أنت تأكل في ميعاد وتشرب في هذا الميعاد وتمتنع عن الطعام والشراب في الميعاد، حركة موحدة لجميع أبناء الأمة الإسلامية يتحركون حركة واحدة. الناس هؤلاء حركتهم هذه تدفعهم إلى فعل الطاعات، مما يترتب عليه أنك تجد أن كثيرا من النساء غير المحجبات يتحجبن في شهر رمضان، وأكثر من هذا
أن تحمل كل واحدة معها مصحفا تقرأ وردها، ويتحرك الناس في حركة إيمانية من قراءة القرآن والصلاة والصيام والقيام ووجبة السحر، حركة تدل على وحدة الأمة وتدل على إمكانية وحدة هذه الأمة أن تكون على قلب رجل واحد. لو أنها أصلحت في نفسها بالتزامها بالطاعة والعبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، فإن مادة وحدتنا عظيمة، وهي أننا نصوم في شهر واحد، وأننا نصلي 5 صلوات في أوقات واحدة، وأننا نستقبل قبلة واحدة، وأننا نحج ونعتمر إلى بيت واحد، وأننا نقرأ في مصحف واحد، وأننا نعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا. وكل هذه مادة هي مادة اجتماعنا، هي مادة تآلفنا، هي مادة محبتنا. فإذا اجتمع الناس على طاعة الله تآلفوا وتحابوا وصارت الأمة أمة واحدة يشعر بعضها ببعض. ولذلك إذا صام الإنسان تحركت فيه معاني غير قراءة القرآن، وإنما معنى آخر وهو معنى الجود والكرم، وهذا يؤدي إلى أن دائرة الإحساس بدأت تشعر وبدأت تتصل وبدأت تحيا من جديد. بعد أن كانت ماتت وضمرت هذه الأعصاب أو هذه الأحاسيس التي تصل إلى كل أنحاء الجسد، كانت ضمرت على مدار الشهور الماضية، لكنها تبدأ في الحياة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل دارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة تكون سريعة وعامة، تكون سريعة وعامة، أي أنه يعم الخير جميع الناس، يعم الخير جميع الناس. وأنت تشهد ذلك في رمضان لا تشهده في غيره من الأيام، من النفقة التي تنفق على الفقراء من الطعام والشراب والمال والملبس وغير ذلك، ما ينفق في رمضان لا ينفق في غيره. وانظر إلى ما يحدث في الحرمين وفي غيرها من المساجد في العالم كله حين يجتمع الناس فيه على مائدة واحدة، لا تميز بين غني ولا فقير ولا وزير ولا غفير، وإنما الناس جميعا يجلسون على مائدة واحدة، يأكلون تمرات ويتحسون حسيات من ماء، وربما يكون أزيد من ذلك أو أقل، وكل ذلك في وحدة تدل على إمكانية وحدة الأمة الإسلامية. لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة، لكن لا بد أن نتصالح مع أنفسنا، لأن تفتت الأمة حدث بعد الانحرافات، فكلما انحرف الإنسان فقد صفة من الصفات التي تجعله في داخل الأمة، فتحدث الانشقاقات والتفلت حتى تنقسم الأمة وتتبعثر. الركون إلى الدنيا، حب المال والجاه والمنصب والرياسة، أدى إلى تفتت هذه الأمة، أدى إلى تفتت هذه الأمة. الحقد والحسد والغل والضغينة والكراهية والكذب وسوء الظن، أدى ذلك أيضا إلى وقوع الفصام ووقوع الكراهية بين أبناء الأمة الواحدة. ولكن أنت إذا رأيت ذلك كما ترى في الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذا لم تسووا هذه الصفوف فتكونون صفا واحدا، جميع المسلمين على اختلاف منازلهم في الحياة الدنيا ينبغي أن يكونوا صفا واحدا، الكتف في الكتف والكعب في الكعب. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكذلك العبادات هي ما تجعلنا نصطف صفا واحدا، يكون الكتف في الكتف والكعب في الكعب. وهذا فيه سد الثغرات وستر العورات، وليس فضح المسلمين، وليس سبهم ولعنهم وشتمهم، وإنما ينبغي أن نسد العورات، نستر العورات، وأن نسد الثغرات، وأن نعفو وأن نصفح، وأن نكون عندنا من الحلم ما يترفع بنا عن هذه الصغائر. وهذا يعلمنا إياه الصيام.
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فهذا يبين أن الصيام يرتقي بالمستوى الأخلاقي، وهذا المستوى الأخلاقي الذي فيه عفة اللسان، وفيه عفة الفرج، وفيه كذلك عفة النظر وعفة السمع. فإذا صمت فلا يكن يوم صيامك ويوم فطرك سواء، فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم بصرك وليصم لسانك أيضا، فلا بد أن يكون هذا الصيام كله عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تصوم عن الطعام والشراب والجماع، وهذا أحله الله في غير نهار رمضان، فإنك من باب أولى أن تصوم عن المحرمات التي حرمها الله عز وجل على مدار العام. ولذلك أنت تجد لطيفة من اللطائف جاءت في آيات الصيام. في آخر آية من آيات الصيام يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الناس قد يظنون أن هذه الآية لا تدخل في آيات الصيام. هذا يدل على أن الإنسان لا يكفيه أن يمتنع عن الطعام والشراب والجماع فحسب، وإنما ينبغي أن يمتنع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يفعل المحرمات. ولذلك جاءت هذه الآية، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور إنما هو في الكذب والغيبة والنميمة، وإنما هو في الغناء وغيره مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وشهادة الزور هي شهادة كل محرم باطل، كل محرم باطل، سواء شهد بالزور بلسانه على الناس، أو شهد الزور بعينه أنه يشهد المراقص ويشهد الغناء ويشهد كذلك المسلسلات والأفلام والنساء العرايا وغير ذلك، أن يطلق بصره فيما حرم الله سبحانه، كل ذلك من شهادة الزور. فلا يجوز له أن يقول الزور ولا يشهد الزور، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعمل به، أي العمل بالزور، فأنت تجد الناس يستعدون لهذا الزور، يقولون سيعرض كذا من الأفلام والمسلسلات والفوازير على قناة كذا وعلى قناة كذا، وبكل بجاحة يقولون رمضان عندنا هذا العام، إعلان كبير: رمضان عندنا هذا العام، وتحت ذلك مسلسل سيعرض فيه العرايا، فيه تعاطي المخدرات والمسكرات ومضاجعة النساء والبلطجة وبيع هذه المخدرات والمسكرات، كل هذا يعرض في داخل البيوت والعياذ بالله، في داخل البيوت، فيه إغواء للناس بهذا الذي يشاهدونه، وفيه صرف عنهم عن طاعة الله، إما بالنهار فيفسد صيامه، وإما بالليل فيعطله عن قيامه. والمراد هو إعاقة، وضع إعاقة ينبغي أن نكون أقوى منها، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نحن أقوى من الشيطان إن كان لنا عزيمة وإن كان عندنا همة، فنحن أقوى من الشيطان، نستطيع أن نتخطى هذه العقبات، ونستطيع أن ننبه إخواننا من المسلمين جميعا على أنه لا ينبغي لهم أن يضيعوا صيامهم وأن يفوتوا قيامهم بسبب هذه الأمور التي هي تكون عليه وليست له. فعليه أن يسعى إلى ما يدخره في الآخرة، فإن الإنسان يقدم على ما قدم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقدم الخير ويقدم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارفع راية التوحيد على كل أنحاء البلاد واجعلها في قلوب العباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق هذا البلد الاستقرار والأمن والأمان، واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا،
ولا تولي علينا شرارنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأن يسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأن يسود. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.